استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة ومجموعة كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي وممثلي الإعلام البحريني وعددا من وسائل الإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة. رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالسوشيال ميديا ووسائل الإعلام حيث تحدث سموه عن سر نجاحه في بطولة العالم لرياضة الرجل الحديدي في هاواي الأمريكية والتي أحرز فيها سموه المركز الأول حيث أكد أن فوزه بهذا اللقب الكبير بفضل من الله سبحانه وتعالى ودعم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومشيرا سموه إلى أن جلالة الملك حفظه الله ورعاه كان على متابعة دائمة بمسيرة التحضير للبطولة طوال الفترة الماضية وهما يعطينا الحافز الكبير لبذل الجهود لمواصلة الترويج لمملكة البحرين وتحقيق الإنجاز. قال سمو لقد أوفيت بوعدي بتحقيق الذهب في العام الذي أطلقنا عليه عام الذهب وتمكنت من ذلك والفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى الذي وفقني للحصول على هذا المركز المتقدم ثم إلى دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الذي دعمني وشجعني لأصبح بطلا في رياضة الرجل الحديدي وبالفعل تمكنت من ترجمة توجيهات جلالته على أرض الواقع إلى أن تمكنت من الوصول إلى هذا المستوى وتتويجه بالحصول على المركز الأول في البطولة العالمية رغم صعوبة المهمة والتحدي منذ اليوم الأول لخوض مثل هذه البطولة. بين سموه بعد عدد من السباقات التي شاركت فيها لم أحصد التأهل إلى البطولة حتى إن اللجنة المنظمة دعتني في عديد من المرات للمشاركة في بطولة العالم بفئة المشاهير وقد رفضت هذه المشاركة وبعثت للجنة المنظمة التقدير والاحترام وأكدت لهم أني أريد المشاركة في البطولة والتأهل لها عن جدارة واستحقاق. بالفعل تمكنت من التأهل بعد 4 سنوات من خلال التتويج بسباق جائزة الشرق الأوسط والتي أقيمت بمملكة البحرين ومن بعدها الجائزة الكبرى وبطاقة التأهل لبطولة العالم من خلال بطولة أمريكا الشمالية في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. مع هذا التتويج وعدت جلالة الملك وشعب البحرين الوفي بتحقيق المركز الأول في بطولة العالم وتحقق ذلك الهدف. كان يوما عظيما ومتميزا وأنا أرفع اسم مملكة البحرين وعلمها عاليا في المحفل الرياضي الكبير. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة منذ الانطلاقة في بطولة العالم للرجل الحديدي وبالتحديد في مسابقة السباحة كانت هناك العديد من التحديات والعقبات وتمكنت من تخطيها بفضل الإصرار والتحدي والرغبة في رفع اسم المملكة عاليا في البطولة العالمية ومن ثم دخلت في مرحلة أخرى من التحديات والصعوبات في الدراجة الهوائية ومن ثم الجري والتي كنت أرى خط النهاية والتتويج بالمركز الأول وكنت أفكر وأقول في نفسي الألم لحظة وسينتهي والانتصار سيكتب في تاريخ مملكة البحرين وسيسجل التاريخ تحقيق المركز الأول في البطولة العالمية وفي أول مشاركة لي في هذا التجمع العالمي الكبير ولن أنسى هذا اليوم أبدا. شرح سموه للحضور السباق الثلاثي الذي أقيم ومدى الصعوبة الكبيرة للوصول إلى خط النهاية وقال لقد انطلق السباق من جولة السباحة والتي دائما ما تكون مثيرة للغاية مع الحضور الجماهيري الغفير والهدف هو قطع مسافة السباق البالغة 3 كيلومترات و86 في بحيرة تتواجد فيها التيارات المائية بكثرة وبعد الانتهاء من اختبار السباحة التحدي الآخر هو الدراجة لمسافة 180 و200 متر على طول الطريق السريع والمحطة الأخيرة هي الجري لمسافة 42 كيلومترا و200 متر والتي مرت بمنحدرات ومرتفعات في الساحل الشمالي والغربي للجزيرة والمسافة الإجمالية تصل إلى 226 كيلومتر و206 متر. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ربما يجد الجميع أن الطريق مفروش بالورود ودون منافسة لكني كنت أجد المنافسين بالقرب مني إذ كانت هناك محاولات من قبل أحد المنافسين لخطف اللقب وكانت المسافة بيني وبينه حوالي 700 متر وهي مسافة في بطولة الرجل الحديدي خطرة جدا والخطأ فيها ممنوع لذا حرصت على ألا أقع في أي خطأ قد يكلفني الكثير لكنني بعد فترة
تراجع المنافس بسبب التعب، وحرصت على ألا أجهد نفسي وأخذت قليلا من الراحة والماء حتى لا أتعرض للإصابة كما حدث لي في بطولة سلوفاكيا والتي كلفتني الانسحاب. قال سموه أن هناك بعض الأصوات المشموهة التي سعت بكل ما لديها في التقليل من هذا الإنجاز والبحث عن تقويضه دون أن تلقى لها صدى مناسب، بل أن بعض الجهات سعت للتواصل مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لتكذيب الخبر، وتم الرد عليها من قبل أهم الشخصيات القائمة على تنظيم بطولة العالم للرجل الحديدي.